السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أحمد علي والخيرات الثنائية. في ناس كانت بتتكلم إن هو بيقول لك إحنا لو هنعمل 5000 دولار كل شهر في التداول هيبقى حاجة جميلة، إحنا لو بنقدر إن إحنا نوصل ربح شهري ما نخسرش حتى لو 300 دولار، ده إحنا نبقى كده مش عايزين حاجة تاني على أساس دخل إضافي. نرجع نقول للمرة المليون، البيناري، الفوركس، جميع أنواع التداول بأشكالها أنواعها مكسب وخسارة. بمعنى إنك أنت بتخش لما تبقى محترف جدا هتقدر توصل لدرجة مكسب عالية، بقول درجة مكسب عالية مش إنك هتوصل لمكسب كامل، بمعنى إنك أنت مش هتقدر توصل إنك أنت جميع صفقاتك بلا استثناء هتبقى 100%. وحتى لو قدرت توصل للموضوع ده لمدة شهر أو شهرين هيجي عليك وقت السوق ملوش كبير هتخسر. فالفكرة من البينر اوبشن او الفكرة انك انت تخش التداول مش انك تبقى دي وظيفتك، الا ان اذا كنت انت ناوي تخش كمسوق يعني سواء الشركات دي، فكل ما يخش حد عن طريقك هتاخد ارباح، يبقى كده انت بتتكلم في كلام جميل جدا. انت بتخش بتعمل مجهود في حاجة بتاخد عليها مبلغ من الفلوس، مفيش اي خسارة بالنسبة لك، مفيش اي ريسك عليك، يبقى انت كده وضحت هدفك. لكن لما تيجي تقول لي انا هدفي ان اخش التداول عشان خاطر يبقى عندي عربيه او يبقى عندي بيت او ان اتجوز بيهم او اني ابقى يعني ابطل شغل واصرف من البينر اوبشن، الكلام ده غير حقيقي بالمره. البينر اوبشن هيعمل لك مبلغ كويس، البينر اوبشن بس لو انت محترف، البينر اوبشن هيغطي مصاريف كتير عندك، البينر اوبشن هيساعدك على الحياه بس مش دايما، هي هتبقى عاملة زي منح بتجيلك على فترات وممكن في أي وقت المنح دي تنتهي، إنك أنت بتخش على استراتيجية أو بتخش بطريقة أو نمط تحليلي أو أيا كانت الطريقة بتخشها، زي ما قلت لك هتخش تنجح تنجح تنجح، يجي السوق بعد كده يقلب تبص تلاقي إن الطريقة بتاعتك شكرا ما بقتش بتحقق نجاح زي الأول. فالفكرة إنك أنت بينر أوبشن عملت مبلغ. أنا يعني في ناس كتيرة جدا بيقولوا على فكرة استثمرت 18000 دولار أو 20000 دولار في العملات الرقمية وكسبت، وناس استثمرت 30000 دولار في العملات الرقمية وخسرت. جميل جميل انك تستثمر. مثل البينر اوبشن ليك انت كواحد معاك راس مال كبير، انك ممكن يكون انت شايف انك انت تقدر تقوم بالموضوع ده لوحدك، لكن هو ما عندكش فري تايم، ما عندكش وقت اضافي انك تعمل تستثمر الفلوس دي في حاجه جديه اكتر. البينر اوبشن انا رايي فيه، سيبك من ان انا بداول او سيبك من اي حاجه تاني، ان هو يوزلس، غير نافع. يعني ايه غير نافع؟ البينر اوبشن انت يعني انا كاحمد اتكلم عن نفسي، لما بتداول وبحقق ارباح انا بفيد نفسي فقط، لكن لما انا احمد لو انا مثلا دخلت اتداولت ب 5000 دولار، لو انا استثمرتهم في مشروع، المشروع ده وليكن اي مشروع حتى عادي، يعني لو هعمل مثلا كافيه او حاجه، في 2 من ورايا استفادوا ان انا عملت مشروع، ان في ناس فتحت رزق، باب رزق لشخصين. فالفكره هنا الوقت، مشكلة الناس كتير ان معاها فلوس وعايز تستثمرها في حاجات بره البينر اوبشن بس ما عندهاش وقت، فبيضطر ان هو يعمل حاجة ريسكي او ان هو يخش في حاجة فيها مخاطرة عشان موضوع ان هو يلاقي وقت او يوفر وقت ان هو يعمل حاجة دي بنفسه. فعشان كده الموضوع كله هنتكلم ان احنا انت خلي هدفك، لو انت عايز تعمل شغل دايم تاكل منه عيش تسويق، لو انت عايز تعمل حاجة مؤقتة عشان خاطر تقدر تتداول او تستثمر لفتره يبقى معاك مبلغ كويس وهتعمل بعد كده مشروع، يبقى انت كده ماشي على الطريق الصح. بعد كده لازم تحط فلوسك في مشروع ثابت يدخل لك او يدر عليك ربح، ما ينفعش انك انت تكمل بقيه حياتك انك تاخد الفلوس وتتداول شويه مكسب شويه خساره، هتفضل ماشي على النمط ده كتير هتبص تلاقي نفسك انك انت في الاخر خسرت كل حاجه. فخلي دايما ثقتك في الله انك انت تعمل حاجه تساعد بيها الناس التانيه، لو تقدر لو معاك فلوس انك انت تقدر تحطها في مشروع تفتح بيوت ناس، هتفيد وطنك، هتفيد الناس، هتفيد كل حاجه، هتستفيد. الفلوس اللي انت بتخسرها في البنري بتروح للشركات، انت مش بتستفيد بيها حاجه، بلدك مش بتستفيد بيها حاجه، لكن عشان خسارتك دي بتروح للفلوس، يعني بتروح للشركات مش بترجع لك انت باي فايده. فعشان كده انا شايف انك انت تعمل مشروع او تستثمر فلوسك في مشروع لو عندك الوقت او عندك اللي يدير لك المشروع او عندك طريقه انك انت تضمن حقوقك بيها، يبقى ده افضل بكتير من انك انت تتداول في الملايين. مشاريع كتير وناس كتير وصلت للملايين، امازون ابتدى باوضه عشان خاطر يبيع فيها الكتب وبعد كده بقى من اكبر يعني الكائنات الموجوده حاليا. الفيسبوك 3 مبرمجين ابتدوا بالفيسبوك ودخلوا وعملوا المشروع، وحاليا من المشروع بيجيب مليارات كل سنه. يعني الموضوع
ثلاثة أو اتنين، إنك أنت تعمل مشروع ممكن تكسب أرباح ملايين المليارات أكتر بكتير من اللي في دماغك إنك ممكن تخسرها من يعني ممكن تكسبها من بينري، وهتبقى أفضل إنك هتفيد الناس وهتفيد نفسك. فكروا، ركزوا، خلي ده دايما شغال، واعرف إنك أنت تقدر تعمل اللي محدش عمله طول ما أنت عندك إرادة. أشوفكم إن شاء الله هناك.